ومنه دوما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا الصباح، وعبر شاشة دبي ريسنج من ميدان المرموم لانطلاقات الأصالة، لانطلاقات عالم التحديات. ينطلق ثاني أشواط صباح هذا اليوم مع الذلل الأصايل، ذلل أبناء القبائل الذي تنطلق مع الكبار في 8 كيلومترات. وتجدد إلى حضراتكم روح التنافس والتحدي. شوط المهجنات الثاني ينطلق حاملا كذلك هذه الأسماء وهذه الشعارات، ونسير مباشرة مع المراكز الأولى. تتقدم جبارة على الصدارة، جبارة بالجدارة على المركز الأول، ومحمد بن صالح بن عبد الله الدرمكي الذي يقدم جبارة إلى هذا الموقع إلى المركز الأول. تليها في المركز الثاني الكاسبية في ثاني المراكز، مطر بن سعيد بن عبيد الحميري على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث تتواجد فيها الدوحة بإنجازاتها وبتحديها الجميل لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على المركز الثالث والمركز الرابع. هذه الدوحة، هذه الدوحة على مقدمة الشوط لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان. الله يا ابو رايد، صباح الخير يا ابو رايد مع الكيلو المتر الأخير. أشكرك كذلك يا الحاج، يستحق الحاج علي الحاج على المتابعة وعلى المحافظة في هذا الأداء الجميل والانطلاق الرائع مع هذه من سن اللقاية وهي بإنجازاتها، من سن اللقاية وهي بسجلها الحافل حتى تنطلق في سن الحول وهي تقريبا للسن. يا سلام، هذه اللي من اللقاية لين حايل لها على التيمات تأثير يد. يا سلام، هذه الدوحة تنطلق بالمركز الأول بالانطلاق الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، تنفرد تباعد المسافة وتعلن الفوز بريحية بدون أي أوامر بدون أي حركة. تنطلق انطلاق ذاتي تستعد للسباقات القادمة في هذا الانطلاق لتضيف النقطة الثانية والختاميات على الأبواب يا أبو رايد، على الأبواب. يا سلام، جماهير هذا الشعار تطالب بالمزيد والعديد في عالم الأصالة في عالم الأصايل. تحياتنا للمرة الثانية وسلاماتنا. صباح الخير يا أهالي زعبيل والأهالي جميرة، يا أهالي جميرة للمرة الثانية، يا أهالي جميرة للمرة الثانية على التوالي. صباح الخير يا أبو رايد، تهانينا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان على فوز الدوحة بالمركز الأول بعد فوز صفا في الشوط الأول. والمركز الثاني هذه ناصية محمد بن ناصر بن شافي القحطاني وصلت على ثاني المراكز، والمركز الثالث تاتينا في هذه اللحظات الحرة لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، والمركز الرابع تاتي فيه الفاتنة لناصر بن عبيد بن يزرب العامري، وخامس المراكز مع علي بن خليفة الرميثي. هذه الخمس المراكز وهذه الدوحة. شكرا أبو عدنان على هذه المتابعة الدقيقة والجميلة. توقيتها الزمني في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 56 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لمعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، ونقول أسعد الله صباح الجميع بهذه الانطلاقات والتحديات. بينما وصلت في المركز الثاني، المركز الثاني ناصية وصلت في المركز الثاني محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. نشوف توقيتها الزمني على شاشة التلفزيون في 13 دقيقة و9 ثواني بالوفاء والتمام. بينما وصلت في المركز الثالث اللي هي الحرة لهزيم بن محمد بن هزيم المسافري، وتوقيتها الزمني كذلك على شاشة التلفزيون في هذه الانطلاقات وفي 13 دقيقة و14 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.